الان مانيش خدام، انا كنت خدام واحد الوقت، كانت عندي تجاره ديك لا ريتفايت، مانيش خدام، طفله مانيش قادر لها وحدي دوكا، كون انسان يقدر يعاونني ولا كاش محسنين هنا كيعاونوني في الطفله يربحوا فيها اجر ان شاء الله، اجر الجميع على الله. هذه الطفله ديروها شغل، ديروها تذكره للجنه. احنا ماذا بينا يعني كاين يعني كاين كاين اهل الخير، كاين اهل الخير في الجزائر يعني راهم يستناو غير الحفايج وحده باش احنا ماذا بينا يعني طامعين في ربي وفيهم، والطفله هذه يعني على وجه ربي وخلاص. انا مريضه غلبت من السبيطارات، العباد يروحوا يحبسونا نروح للسبيطارات. حوس نزرع، حوس ندير الهدف نتاعي اني نزرع كليه، لكن الامر يتطلب الزراعه في الخارج. ندائي هو نداء منتصر نفسه، نطلب من رئيس الجمهوريه ماذا بينا يتكفل به وراعي له بعين الرحمه. ها هي الوضع وها هي الحاله.